عند 11 صباحاً تجمعت العوائل وتدافع الأطفال بقدورهم وأوانيهم لأخذ حصتهم من وجبة الغداء بعد وجبة فطور 8 صباحاً، والحال يستمر كل يوم في هذا المكان الذي رصدته كاميرا الحرة خلف ضريح أبي حنيفة النعمان في الأعظمية ببغداد، بعد أن كان مكباً لرمي النفايات حوله أصحاب المشروع إلى مطعم أطلق عليه الشوربخانة الخيري المجاني، والذي يقدم وجبات الطعام للنازحين والفقراء. أنشئ قبل 3 سنوات واستمر بتبرعات الناس المقتدرين، يطعم حوالي 500 عائلة. 3 سنوات بدأ كفكرة بسيطة وتوسع طبعا جهود الخيرين والطيبين المتبرعين. والله للطبقتين، اي فقير اي مار جوعان يجي ياكل هنا او ياخذ اكل. استغلينا مساحه بالمنطقه اللي كان بيها مكب نفايات، اخذنا موافقات من البلديه وحصلنا موافقات، نظفناها القاع، لغيناها من المكب النفايات، حولناها الى مطعم ووسعناها. اللحم والرز مع انواع مختلفه من الحساء بالإضافة إلى الدجاج هو الطبق الرئيس لوجبة الغداء، مع الخبز المصنوع عبر الفرن الذي أنشئ بنفس المكان. أما الفطور فيقتصر على الشوربة مع منتوجات الألبان بحسب الطباخين الذين يعملون دون أجور، ومنهم من كان من النازحين أيضا. صار لي 3 سنوات ونص أحد النازحين، صار لي 3 سنوات ونص أكل من هذا المطعم، دعم من جهود الخيرين الطيبين، يعني العالم ما تابع لأي دولة. النازحون الذين يسكنون بكرفانات في الأعظمية من المستفيدين من مطعم الشوربخانة أشادوا بالمطعم وبتعامل العاملين به، خصوصا وأنه وفر لهم الكثير من المال في وقت كانوا لا يملكون ثمن طعامهم.